استوى العدس. بكره باكل مجدره تازه، اليوم في شيء اطيب، راح اطفي تحتها احسن شيء. يبعت لك قتلك شو سئيله، اسال مني، ما راح اجلسك. لا بجلس، لا يلا. أكيد هناء بتكون محضرة المحمر والمشمر وتوابعه، بس شلون رح تلحق تحضر كل هذا وهي لهلأ لسه ما إجيت؟ فهمت، بتكون مرت على شي مطعم وبدها تجيب الأكل جاهز. وأنا بحب الأكل جاهز. تفضلي باقة هالزهر يا أحلى زهرة فوق هي. تفضلي باقة هالزهر يا أحلى زهرة فواحة بأطيب هضب. قلت لك كلك ذوق وكلك شعر ما صدق. هذا أنت؟ إيه أنا بدي هنا. شو بدك منا؟ عاوزتها بشغلة خاصة، شغلة نسوان يعني. مو قلتي انك كنتي عم تنتظريه على البلكون؟ معناتها بتعرفي انه ما اجيت. ايه حصلي انا شوي وزبطت شعراتي وفتت لهداك الصوب، قلت لحالي في هذه الاثناء بتكون اجيت. لا لسه لم تاتي. شو الشغله على كيفه يسكر الباب بوشي؟ بدي فوت يعني بدي فوت. يا احسن شيء ارجع استنى على البلكون، بس تجي هنا افوت انا وياها غصب عنه. هلا هنا. ليش تأخرتي لهلا؟ أهلين جارتنا، أهلا وسهلا، غصبا عني تضرب الوظيفة وساعتها. إي والله ستي الله يعطيك العافية، بس مالي شايفتك حاملة شي بإيدك، لا تكوني نسيتيهم بالسيارة. أنو سيارة؟ بالتاكسي اللي وصلتك، لأن أنا حاكم وعم لمه للغسيلات، بالصدفة شفتك نازلة من التاكسي. شو بدي ساوي جارتنا؟ تأخرت بالجولة وسيارة المديرية خلص دوامة وتضطري تأخذ تاكسي. تصوري فوق تعبنا عم ندفع أجر التاكسي. والغراض؟ أنو غراض؟ الأكل. الأكل؟ الأكل تبع العزيمة. جارتنا أنا عزيمة. هنا ما في بالعادة تخبي علي أنت. ما عم بفهم عليكي، وشو بدي خبي عليكي أنا؟ أنا بعرف إنك ما بدك تقليلي مشان ما تعذبيني يعني بمساحتك وتحضير السفرة. وإيه مانا، لا لا تفكري هيك، لا تفكري بنوب، إحنا جيران والجيران لبعضها. بعدين أنا مو حي الله جارة، أنا صرت من أهل البيت على عيني. بس جارتنا انا ما عندي عزيمه ولاني عازمه حدا، حتى جوزي ولادي ما حضرت لهم اكل. ابصر شو تغدوا يبعث لي همه. شو الشغله على كيفها؟ جوزي قال لي في عزيمه وقط ما بيهرب من عرس. مالي غير ارجع على البلكون انتظر المعازيم ساعتها، لا هي ولا جوزي بيقدروا يتهربوا مني. ليش تأخرتي؟ حبيبي طلعنا بكير مع جروب سياحي وعلى أساس ساعتين ثلاثة، وفعلا الساعة 12 خلصنا، بس تعطل الباص على الطريق. الحمد لله السلامة. والعزيمة شو صار فيها؟ قصدك عزيمة زهرة؟ ليش نحن عازمين غيرها؟ يا حبيبي تأجلت لبكرة. تأجلت؟ وليش ما خبرتيني؟ نسيت، أنا آسفة، معك حق، كان لازم أخبرك. أنتوا شو عم تعملوا؟ لسه ما تغديتوا يعني؟ عم نعمل مثل العادة جزمز. يعجبنكم شوي حاكم، أنا ميتة من الجوع. تأجلت لبكرة يا حبيبي؟ من هون لبكرة بكون نسيت اللي حافظون. حص بيفلق الصخر. ايه وبعدين بريضة المعازيم طولوا. تقلاية بصر من بيت جميل. شو هالحكي؟ ايه ما انهرم هالقامي يا حق، هات عنك تقبرني كمل الاكل. هات هلا. قلتي بدها تجي ولا ما بتعرفي؟ وعدتني معها انه تجي هي وياها بكره. شوفي اوعك تفكريني كثير مهتم بجيتها، حبلها تجي اهلا وسهلا، ما حبلها هي حره، بس يعني هات البندوره حبيبي. تفضلي. تسلم. بلكي سافرت. مو هاي زهرة؟ لوين بدك تسافر؟ ترجع على بيتها على بانياس. ايه اذا سافرت سافرت، بنرجع نعزمها مرة تانية، ما مشكلة. يا حبيبي، يا
لسه بدي استنى لتجي مرة تانية. طيب شو رأيك لحتى لحق الوقت يعني نعزمها على العشاء؟ لا حبيبي ما بيمشي الحال. لك ايش العشاء مثل الغداء كله عزيمة. ما بلحق أحضر شي للعشاء، أنا بكرة باخد إجازة وبحضر الغداء. ايه على راحتك. وعك تفكري اني عم لح على العزيمه مشان شيء معين؟ ها لا ابدا. بس حبيبي سليم هات البيض. طلعت من مناخير من الجزماز. مرحبا طارق. مين يا طارق؟ انا ام محمود. شو عم تطبخي؟ ريحه الاكل واصله لعندي. انت شو شايفه؟ شو هاد جزماز؟ ايه شو بدي ساوي؟ فتت لقيت جميل مبلش فيهم قمت كملت عنه. يلا اليوم رح يمضي وما رح ساوي شيء. شبه الجزمص شبه أكلة طيبة كتير وبتفتح النفس وبتصير مقبلات. شو عندك أكل جاهز بالفريزر؟ ما عندك شقفتين ثلاثة كبة كم أرصص فيها؟ قولي على عيونها هلأ إذا قلت لها ما عندي بدها تطلع تحكي علي وتشجعني بين الجيران. ايه طالعي هي الله شي من الفريزر ما حلو تغدي لجوزك بس جزمز. لا تاكل يا اما انا بساعدي. امسكي ام محمود حكي انت الطبخه وانا بطلع لك كم رصص فيها وكم رص كبه. امسكي. لا لا تعذبي حالك انا بعرف وينهن. ها بدها تغديني جز مز. قال ايه مو محرزة ينحسب علي غدا. يلا تغديت غدا منيح وجبت معي بس ما فهمت لا قصة باقة الورد ولا قصة العزيمة الا ما اعرف. لفوت حط هدول بالبراد لبعد بكرة. بكرة عندي مجدرة. ولي مين جاييني هلأ وقت الغداء؟ شو قلة الذوق هاي؟ حدا بيجي لعند حدا وقت الغداء؟ أحلى يطلع لي شي وحدا دمه تقيل وياكل لي الأكلات منيح اللي دحشتهم بالبراد جاية. ايه طنو كمان ما احترق لسه حرقوا لي يا للجراس. هذا انت بتحسين شو هيك يا محمود؟ فكرتك مو بالبيت. كنت بهداك الصوب وبالفصحى بذاك الصوب سيدتي. انت أكبر قدر. تغديتي؟ تغديت لكن ما تغديت. في حدا بيضل بلا غدا لهلا؟ وشو تغديتي؟ من حواضر البيت ما بقي عندن شيء تحسينها خلصوا. ايه لكان مالك بالطيب نصيب خاطرك. وين راح عم تحسين؟ رايحه اتغدى. لهلا ما تغديتي انتي؟ ايه هلا لحتى اجت صينيه الكواج من الفرن قلت لحالي هي اكله بتحبيها وبتموتي عليها لانزل عيط لك تذوقيها. الظاهر اني تاخرت. امي 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 شبكي؟ امجد واغياب. شبه هون؟ حذري. كسرت التلفزيون؟ حذري. وقعوا الخزانة؟ حذري. لك اولي تنقلوا بالي. فاتوا على المطبخ، نطوا على الطاولة، وقعوا صينية الكواج وفش على البلوعة. اللي بعت لك حمى ما قبرت قلبك. اطلعي معي ولي. كواج وعلى البلوعة. يا حرام. أنا ليش انضربت على قلبي وقلت لها متغداية؟ كنت قلت لها ما تغديت. كنت طلعت أكلت لي لقمتين دقت لها الصينية. إما فكرتها جاية تعزبني بباليها جاية تتغدى عندي. قلت لها تغديت. تاني مرة لازم اتروق أكتر بالجواب على هيك سؤالات وأفهم الموضوع منيح بعدين جاوب. يا حوينة صينية هالكواج. أنا بحب الكواج كتير. أيلا كمان الكبة وصفي حي اللي أكلتهم كمان طيبين. لروح اتملح لي بشقفة جبنة مرمر تمي. هلا هلا. أهلين هلا. شو بلاقي جاي من الشغل بكير اليوم؟ مالك بالعادي؟ يوم ما رحت على الشغل. فيكي شي لا سمح الله؟ لا ما في شي بس أخذت إجازة. إجازة بسيطة بالي عم يجعك شي. ما قلتي لي ليش أخذ إجازة أنتي؟ وليش واحد ياخذ إجازة مشان يرتاح؟ ما قلتي لي ما عم يجعك شي معناتها ما له طعم الإجازة. عندي إجازات كتير بدي صفيهم. يعني إذا ما أخذتيهم بيعطوكي بدالهم مصاري إجرتهم يعني؟ لا ما بيعطونا. على دوري كانوا يعطون. على دوري بس على دوري ودور القانون العمل الموحد ما أخذوا. ستي هنا الإجازة أحسن. المصاري يعني بتروح كلها رايحة. عن إذنك محمود عندي شغلتي. ها
أنا شايفة معك أكياس كتير، شو جايبة معك أنتي؟ موني لجمع كلها محمود. منيح، قديش أخذ الباذنجان؟ ما بعرف. طيب شلون ما بتعرفي؟ مو أنتي اللي اشتريتيهم؟ إيه أنا يلي اشتريتهم بس حاسبت عن الكل. يلا ماشي، بدي ساعدك لبين ما تفتحي الباب أنتي. لا محمود تعذبي حالك، أنا بحملهم. ما في عذاب، فيش أختين بصير بالمطبخ أنا وياكي. معني محمود أنا بحملهم. لا والله ما بتحملي شيء ولا في عذاب، معقولة تحملي أنتي وأنا موجودة؟ أنتي ما بتعرفي بعذبك عندي. غالية كثير يا غالية، فوتي معي تعي. بني افتحي الباب لقلبي. علي. لا ما في عذاب ولا شيء والله العظيم، الا ما احطهم انا بايدي بالمطبخ. شو هالحكي يا؟ وين حط لك ياهم؟ على الطاوله. شكرا ام محمود على الزبده. لا شو عذاب، انا انت غالي علي حبيبتي كثير. ايه ستي من اولها، اقلي لي بس شو بدك تطبخي اليوم مشان ساعدك فيهم، وباقي الخضره بنحطهم سوا بالبراد. اليوم ما راح اطبخ ام محمود. لكن شو بدكم تتغدون؟ عنا اكل زايد من امبارح. ماشي الحال، لك هلا بين ما انتي تغسلي الخضره وترتبيها بالبراد رح ساوي انا فنجان قهوه، عندي اخبار بدي اقول لك عليها. ايه لا ام محمود، القهوه بنشربها بعد الظهر، انا مشغوله بدي اروح. وين بدك تروحي؟ لعند دكتور اسنان، ضرسي عم يوجعني بدي صلحه، واذا ما تصلح بدي اقلعه وقلع من شرشه. ايه دخلك هذا دكتور اسنان شاطر ولا نص كم حاكم معقده منه؟ لان لا شاطر. اصبح بروح انا وياكي. اخ ضرسي كثير عما يجعني، خليه يشوف لي اياه اذا كان بده تصليح ولا بده قلع. بس انتي محمود مو اخذه موعي. ليكي هلا انا بروح على الدكتور وباخذ لك موعد الك وبيجي بخبرك. منفوت انا وياكي بموعد واحد. ما بيمشي الحال. لك بيمشي انا بمشي. يا ام محمود شلون بدك تمشي؟ هذا الدكتور كثير مشهور وانا بالزور لاخذت منه موعد من جمعه. دخلي شو اسمه هالدكتور؟ وانتي شو بدك باسمه؟ ابن اخي دكتور اسنان، بدي خليه يتواصل لي عنده. ومعلومك دكتور بيمون على دكتور. وليش لا تخليه يتواصل لك عنده؟ ما تخليه يعالجك هو؟ ابن اخي ما كتير شاطر، مرة ها انا غلطت ورحت لعنده انا مشان درس مسويس شوي هيك، قد حبيت العدس الحورانية ضل ياخذني 4-5 مرات لحتى خلصه، ومرة قلع لي الصاغ وترك لي المسويس. الو اهلين جميع. ايه خلص ولا يهمك. بس حبيت اسال شو اخبار العزيمه؟ ماشي الحال. شو راح تطبخي؟ لتيجي بتعرف انه ما بدي وصيكي، بدي اياها عزيمه سميدعيه مفتخره يعني، وقد ما فيكي تعملي اكل اعملي. فهمت جميل، فهمت، خلصني بقى عندي شغل ماني فاضيه. عزيمة، مشان هيك لكان هنا أخذ إجازة وجايبة كل هالخضرة وهاللحمة. بس ليش عم تخبي علي؟ أكيد اللي عزمته الناس تقال كتير، وأنا من شو بشكي؟ أنا بتشرف بمعرفتهم والنبي يتشرفوا بمعرفتي. مع السلامة. مع مين كنت عم تحكي؟ هذا جوزي جميل. شو بده؟ ما بده شيء، بس عم يذكرني موعد دكتور اسنان. والعزيمه؟ انو عزيمه؟ مين قال انه في عزيمه؟ لك ما حدا قال، جوزك اللي قال بده اياها تكون مفتخره. يغزل العين وما شاء الله، ما دامك سمعتي المكالمه على بعد مترين، ليش عم تسالين مع مين عم بحكي وشو بده؟ انا لا تهكلي هم، اذا كانت روحتك لعند الدكتور ضروريه روحي، بس انت قولي لي شو بدي اطبخ، بترجعي بتلاقي لك الجاهز. بطلت روح المحمود، بطلت ما عم بدي. ودرسك؟ طب ما عاد في شيء حتى شوفي؟ احسن وفري اجرته. يي القهوه نشفت المي. نشفوا ريقك، نشفتي ريقك. اي او اه ايش بك؟ شو صار؟ احترقوا ايدي. بشو؟ بالطنجره، اجيت لنزلها ومن على النار احترقوا لهب وعمي لهب وعلي لهب، شو ساوي بحالي؟ دبريني انا. اي في واحد بينزل طنجره سخنه بايدي؟ ما ليك المساكات قدامي. ما اجى ببالي انه هي سخنه لهالدرجه، شو بدي ساوي؟ دبريني. افتحي عليهم المي البارده. هنا افتحي لي اياها انت، انا مالي قدراني لقه. اي مانك شايفه ايدي مزفره بالكبه؟ افتحيها بروس اصابيعك يا محمود. وروس اصابيعي عم يجعوني، افتحيها هنا. امري لله. هاي فتحت.
لحظة. بردوا ايدي وخف الوجع، تعي سكري يا هنا، خايفة ابرد ام امرض. ها بما انه خف الوجع سكري يا انت، مش شايفتيني مو فاضية؟ يا لطيف يا لطيف، ليكي قديش حمر وهنا خصة هي عم تنقف علي نقف. سلامتك. قلتك يعني بفقفقوا؟ ان شاء الله لا. ولا رح يتركوا على؟ ان شاء الله بيطيبوا وما بيتركوا اي اثر. ولك بيطولوا ليطيبوا؟ ان شاء الله بيطيبوا اوام. ما بدون دواء؟ ان شاء الله لا. وبركي التهبوا؟ خدي دواء. بس بيقولوا بالتلفزيون الوقاية خير من الف علاج، لازم انا اخذ لهم دواء قبل ما يلتهبوا. على راحتك المحمود، خدي دواء. عندك حبة 500؟ عندي حبتين بس خلص اعطيك اياهم. بكفوا حبتين؟ ام محمود مشان الله تركيني، اذا ما كفوكي حبتين بنزل بجيب لك علبة كاملة من الصيدلية، بس تركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي، يا ريتني قدر ساعدك، كنت حضرت الاكل كله عنك، بس مثل مالك شايفه ايدي انحرقت، انعطبت انا. لا ام محمود انا ما بدي اياكي تساعديني، بس تركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي. راحت. انا معك قلبي معك، رح اشاركك مشاركه وجدانيه.